قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. النصيحة من أعمال الخير، يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر بالمعروف وانهوا عن المنكر. جميل. فلما أقدم النصيحة للشخص الآخر لها أدب: أولا الاحترام، ثانيا حسن الخلق، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم مجلسا عندي يوم القيامة أفضلكم خلقا. والتزام بأداب الحوار مثل عدم رفع الصوت، ما أنصح وهو غاضب، احترام المتبادل بين الطرفين وعدم المقاطعة وغيرها. طيب حلو. قد وجب على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل فرد له مكانة في المجتمع فيغير المنكر الذي يرى. وإن من أهم الأساليب التي تؤدي عن النهي عن المنكر والمعروف هو أسلوب النصيحة، ويجب على من يتحلى بالنصيحة والنصح التحلي بالأخلاق، وعليه أن تكون غاية في النصح وغاية سليمة وقلب طاهر. أحسنت يا إيان، ما شاء الله مشاركة متميزة جدا. يكون الأسلوب يعني حلو من بصراخ. طيب حلو، اتفضلي كملي. أوكي، يعني ما تكون هجومية، يعني يكون نصيحة يعني بأسلوب ودي. حلو. يعني في معناها اني انصحه بالراحة بعيد عن الناس او كده عشان ما كسفوش، صح؟ عشان ما تبقاش أيوة فضيحة. ايوه مهم انه يكون بعيد عن الناس. في بيت شعر انه: تعمدي بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فان النصح عند الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه. امتى ما اقدرش اني انصح حد او كده؟ لما يكون هو شخص غير متقبل للنصيحة. حلو. بس وكمان يعني لازم لما اجي انصحه يكون ما فيش حد حوالينا عشان ما يتكسفش، صح؟ صحيح، لازم اختار الوقت المناسب والمكان المناسب وانصحه على انفراد. طيب حلو قوي. عندك مشاركة يا الجايزي؟ ايوه. يلا سمعينا. إن من آداب النصيحة أن ننصح بمكان هادئ ووقت مناسب. جميل. وأن ننصح الشخص المناسب، وأن نلتزم بآداب النصيحة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.